دكتورة جوسلين سيسين، مثل كل نهار أربعة، اختصاصية أمراض داخلية ورئة وصدرية، معي عبر تطبيق زوم. صباح الخير. صباح الخير ماجي. دكتورة سيسين، اليوم رح نحكي عن موضوع عم يتجدد قلقنا منه، هو كورونا المتزايدة بأعداد الإصابات، المتحور الجديد اللي عم نسمع عنه، مع أنه يعني ما بعرف إذا بتوافقين الرأي أنه كتار من الناس ما بقى عم يعملوا PCR، بيعتبروا أنه كورونا و H1N1 هي زيتها وبدون يقطعوا بهالمشكلة. ما بعرف قد ايه هالشي كمان خطير، منه كتير سليم. 100% معك، مشان هيك اليوم رح نطلع نحكي عن المتحور الجديد يلي وصل على عدة بلاد ومنه لبنان، وبدنا نقول للناس انه بدنا نرجع ننتبه، وبدنا نرجع نعمل فحص الكوفيد لما نكون شاكين انه عنا كوفيد، لانه بلشنا نشهد موجه جديده والاعياد الاعداد عم تتزايد كثير هالاسبوع. فمن هون ضروري نحكي عن الموضوع، نوعي الناس انه الكورونا ما خلصت، لانه في كثير ناس بس تقول لهم روحوا اعملوا تيست الكوفيد بيقولوا لي ليش بعد في كورونا؟ الكورونا ما خلصت ابدا، خف الموجة، ولكن هلأ بدنا نشهد موجة جديدة مثل ما عم نشوف بغير بلاد عنا كمان بلبنان الموجة بلشت. صحيح، وحتى في تحذيرات صحية من قبل عدة يعني جهات معنية عالمية ومحلية، دكتورة سيسين، عم بتحذرنا من هالمتحور وانتشاره والعدوى. خلينا نحكي شوي عن خطورته، هل هو يعني شو السمات المشتركة بينه وبين الكوفيد اللي منعرفه؟ هلا المتحور الجديد هو من نوع الاوميكرون، يعني مثل المتحور القديم، ولكن اصيب بعده طفرات، يعني صار اذا بدك كمان مثل ما كان عم نشوف بالسنين اللي مرقت قبل خلال هالجائحه، انه كل مره المتحور حسب عدد الطفرات بيتغير شكله، وبالتالي بيصير في عنا عوارض جديده، بيصير في عنا اذا بدك المتحور الجديد عنده القدره انه يخرق المناعة اللي كوناها، إن كان من خلال الإصابات المتكررة بالكوفيد أو من خلال اللقاح. اللي بدي أقوله أنه بعد مش أكيد أنه عنده مقاومة للقاح، أكيد دايما بس يكون عندنا متحور جديد الدراسات والأبحاث بتبلش تصير حتى نقدر نشوف إذا هاللقاح اللي عم ناخده هو فعال ولا ما نوف فعال. لحد هلأ ما في جواب 100% واضح، ولكن اللي بنعرف أنه هذا المتحور هو متحور أوميكرون أصيب بعدة أفراد، وبالتالي كل شخص أصيب أو أخذ اللقاح عنده القدرة أنه ينصاب فيه عن جديد. هالعوارض طبعا بتختلف مع كل متحور، بتضل عندها عوارض مشتركه معي، ولكن بصير في شويه اختلافات ان كان من حده العوارض وان كان من ناحيه نوع العوارض. العوارض عم تجي بشكل اساسي بشكل حراره قويه، يعني كل 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات ماكسيموم، مع دوار برد كتير قوية، مع أوجاع بالجسم كتير قوية. بالأول كنا نشوف أنه الأشخاص يصابوا بالرشح أكتر، رشح، وجع زلعيم، سعلة. هلأ العوارض عم تبلش أكتر حرارة ووجع جسم، فبالتالي هون بدنا نشك دغري انه بالكوفيد ونروح نعمل الفحص. عند الكبار بالعمر اوقات كثير العوارض تجي بس بشكل اوجاع مؤلمه بالجسم، يعني بالظهر، بالكتاف، باسفل الظهر، بالارجل، بس بدون اي عوارض ثانيه، بدون سعله، بدون حراره، بدون رشح، يعني بدون سيلان بالانف. مشان هيك بدنا ننتبه ليش بصير في هالتغير بالعوارض، لانه نحن صار عنا اذا بدك عده اصابات بالكورونا من بعض الاشخاص وعده لقاحات، هذا الشيء بخلي الجسم ردت فعله تختلف تجاه الفيروس، وبالتالي العوارض تختلف معي. نعم، بس ما بيعني دكتورة سيسين إذا كبار العمر أو يعني الأشخاص يلي شعروا بس بهالإرهاق ووجع الجسم من دون حرارة أو من دون رشح، يعني هذا شيء بسيط؟ لا ابدا ما بيعني انه هذا الشيء بسيط. هلا اللي بدي اقوله من ناحيه كمان ثانيه، انه ما بدنا كثير نخوف العالم بعد الاصابه عند الاشخاص اللي ما عندهم مشاكل صحيه، اللي ما نون كبار بالعمر، بتكون اصابه مع عوارض صحيح شديده، ولكن معظم الاحيان غير خطيره لانها لا تصيب بالرئه. نعم. ولكن عند الاشخاص الكبار بالعمر واللي عندهم مشاكل صحيه، بنرجع بنكرر، امراض قلب، امراض سكري، امراض ضغط، امراض مناعه،
في امراض خبيثه، وبالاشخاص عم ياخذوا علاجات من الشيميوثيرابي بتخفف المناعه، بتضل الاصابه خطيره عند هدول الاشخاص، لانه نحن وي كانت بريدكت، يعني ما بنقدر نتوقع كيف رح تكون رده فعل الاشخاص اللي عندهم هالمشاكل الصحيه او الكبار بالعمر تجاه هالفيروس. هل رح تكون عوارض مثل الاشخاص الباقيين وبتخلص بكم يوم، او هل رح يصير في تداعيات، او اذا رح يصير في عنا نوع، يعني اذا بدك، لانه تعودنا نحن انه نقول الاوميكرون ما بيصيب الرئه، مزبوط ما بيصيب الرئه، يمكن حتى عند الكبار ما بتكون الاصابه خطيره بالرئه، ولكن بتصير الاصابه خطيره من ناحيه رده فعل الجسم تجاه الفيروس، يعني بيصير في نوع من التداعيات بالدم، البلاكات بيقشطوا، نسبه الالتهابات بتكون كثيره، وبالتالي بتؤدي الى تداعيات على جسم الشخص، وما بيعود ياكل، بيتعب، اوقات بيضيعوا، بنضطر نفوتهم على المستشفى. كل هدول العوارض ممكن تكون خطيره وتؤدي الى خطر على الحياه عند الاشخاص الكبار بالعمر. ما اكيد. نعم، بالنسبه للعدوى دكتوره ساسين، يعني كمان بنعرف انه الانتشار هو سريع وبيعدي نفس طريقه الحجر ونفس العلاجات اليوم عم بتصير كمان بهالمتحور. أول شيء بدنا نقول إنه هذا المتحول الجديد سريع العدوى وسريع الانتشار كمان أكثر بكثير من المتحورات اللي قبله، والدليل إنه نحن هلأ عم نشوف عيال يعني مصابة، يعني شخص يصاب بتلاقي العائلة كلها بظرف يومين بلشوا يعملوا عوارض، فبالتالي بدنا ننتبه كتير. بس شخص يرشح بالبيت بده يحجر حاله، بده يبعد عن بعض الأشخاص. هلأ الحجر منه حجر طويل، أهم شيء بتخف العوارض، يعني لما نطلع من الحجر 5 أيام 6 أيام ماكسيموم أسبوع. لا. إذا خفت العوارض قبل الشخص بيقدر يطلع، وكرمال إذا الأشخاص هلأ كمان كتير بيسألونا أنه كمان فيني روح على الشغل، الأشخاص فيهم يحطوا دوب الماسك ويروحوا على شغلهم وما يعملوا احتكاك مباشر مع زملائهم بالشغل، وبالتالي هيك منحد من العدوى ومنحد من الانتشار، وكمان إذا بدك منحد بهالطريقة ماجي من إنه نشل الحركة بالأشغال، يعني لأنه فعلا ما بقى فينا نتحمل إنه كل ما شخص انصاب نقول له اقعد جمعة وجمعتين بالبيت، وكل ما حدا اشتك فيه كمان يعني حتى على صحة السلامة انحجر. ويعني معك حق، هيدي الحركة اللي شدناها بالسنوات الماضية اللي عطلت كل المجتمع. بس هل لازم يعملوا PCR ليطلعوا نيجاتيف وبعدين يظهروا من البيت، أو بتكفي 5 أيام 6 أيام؟ لا، ما في زوم يعملوا PCR، بس بيحجروا حالهم 4 5 أيام، وإذا ما بقى في عوارض بيرجعوا بيحتكوا عادي بالأشخاص. والأشخاص اللي احتكوا بشخص مصاب كمان ما في زوم نحجرون، بيراقبوا حالهم، وإذا جد أي عوارض بيتصرفوا مثل حيال لشخص مصاب. نعم، بالنسبة لازدياد عدد الإصابات دكتورة ساسين، وحكيت يعني هلأ عن سرعة انتشاره وأنه بيعد كتير، وأنه نحن مقبلين على موجة مثل كل بلدان العالم، حتى يعني في أماكن عم نسمع يعني عبر وسائل التواصل الأعداد هائلة والإصابات كتيرة والمستشفيات مليانة. شو نحن متوقعين هلأ بالأيام الجاية، خصوصا أنه عندنا H1N1، عندنا H1N3، كل هالفيروسات المحيطة فينا؟ هلا قبل ما ينتشر الفيروس الجديد المتحور الجديد تبع كوفيد، كنا بس الاشخاص يقولوا لنا عندهم حراره، عم بمرشحين وهيك، نشك اكثر بالانفلونزا. ولكن هلا مع وصول المتحور الجديد صارت شوي بتختلط الامور، ولكن مثل ما قلنا يعني حتى الانفلونزا هي عم تكون شديده العوارض، واوقات عم تكون في مضاعفات. نحن اوريدي ماجي بلبنان عم نشهد اذا بدك صعوبه بانه نلاقي محلات بالمستشفيات لكل الاشخاص اللي عم بيكونوا مصابين، ان كان بانفلونزا ان كان بكوفيد او بامراض ثانيه، لانه المستشفيات صراحه مليانه. ونحن بنعرف بلبنان انه كمان اقسام الكوفيد سكرت بمعظمها، صح، وما عم تستقبل مرضى كوفيد. وهلا عم نرجع نشوف اشخاص الكبار بالعمر عم نحتاج انه نرجع نفوتهم على المستشفى، وعم نلاقي نرجع نحن صعوبة كأطباء أنه نأمن المحلات لهدول الأشخاص. فمن هيك كتير بدنا نقول لهم للأشخاص المصابين، خصوصا الصغار بالعمر اللي بيروحوا على الشغل بيحتكوا مع غيرهم،
هلا بدكم ترجعوا تنتبهوا على اهاليكم اكثر، لانه اذا اصيبوا واضطرينا نفوتهم على المستشفى عندنا صعوبه انه نلاقي لهم محلات، وخصوصا بنعرف نحن بلبنان انه استراتيجيه نرجع نحضر حالنا لهالموجه اوقات بتاخذ وقت يعني. سو ما صحيح. بدنا يصير فينا مثل ما صار فينا بال 2021 ولما شهدنا موجه كثير كبيره وما عدنا نعرف وين المرضى، كيف بدنا نحطهم بالمستشفيات وكيف بدنا نهتم فيهم وكيف بدنا نعالجهم. وهيدي الخطوره يعني، كل ما تاخرنا بتامين تخت لمريض بده يفوت على المستشفى معي، يعني هو بحاجة ليفوت على المستشفى، كل ما كانت خطر المضاعفات أكثر، وخطر إنه نقدر نساعد المريض لنوصله على بر الأمان بيكون يعني بيكون طبيعي الفرص أقل. صحيح، وهذا الخوف الكبير. دكتورة ساسين، قد ايه مهم نعرف اذا نحن مصابين بالانفلونزا او بالكوفيد؟ لانه عم بسمع هيك كثير حوالينا انه طيب كوفيد اوكي، وحتى لو انفلونزا هي نفس العوارض. قد ايه مهم كأطباء تعرفوا نحن بشو مصابين تيتغير العلاج يمكن؟ هلا عن بعض الاشخاص يمكن ما كثير مهم، يعني الشباب اللي ما عنده مشاكل صحيه تقريبا العلاج ما كثير بيختلف، ولكن الاشخاص اللي عندهم خطوره المضاعفات كثير مهم انه نفرق، لانه الانفلونزا عندنا ادويه بنستعملها حتى نخفف من حده العوارض ونخفف من مده المرض ونخفف من المضاعفات. فمشان هيك كتير مهم نفرق عند بعض الأشخاص، والتفريق ما بيصير إذا بدك على سريريا صعب كتير هلأ نفرق، يمكن شوي العوارض شوي بتختلف ولكن مش كتير كمان، لأنه كلهم ببلشوا بنفس الطريقة، يعني كلهم ببلشوا أوجاع بالجسم، شوية وجع راس، شوية احتقان بالأنف، تطور العوارض بعدين يمكن باليومين الثلاثة اللي بيجوا بعدين يمكن يقدر يساعدنا نفرق، بس نحن ضروري نعرف من الأول حتى نعرف نعالج من الأول. مشان هيك كتير سهل صار فيها هلأ أنه رابيد تيست تبع الإنفلونزا والرابيد تيست تبع الكوفيد، يعني على القليل الواحد يعمل واحد منهم وبار اليمينيسيون مثل ما بيقولوا بنقدر صحيح نحذر بيكون الثاني، عنده واللي عنده الثاني. الثاني يعمل الثاني. ايه واي نوت. صار في رابيد تيست كمان للإنفلونزا؟ ايه رابيد تيست للانفلونزا هو كل عمره موجود، بس اكيد ما عاد نحكي عنه هالسنتين ثلاثه لانه الاصابه بالانفلونزا خفت معي، وكنا بوقت من الاوقات يعني لما الانفلونزا صار عندنا عليها مناعه كثير كبيره ما عدنا نقول للناس يعملوا فحص الانفلونزا بشكل كثير كبير، بس هلا صح، اكيد كثير مهم انه نعمل التيست تبع نعمله الانفلونزا وطلع بالبيت الفحص او لازم الانفلونزا. نروح على المستشفى لنعمله؟ يعني بنقدر نعمله بالبيت مثل الكوفيد؟ ايه فينا نعمله بالبيت اكيد رابيد تيست، يعني ما ضروري كل مره نروح نركض صح، نعمل بي سي ار الا بحالات معينه، يعني الطبيب بيقدر يقرر اوقات مثل ما كنا نعرف انه في اشخاص بيبقوا مصابين بالكوفيد وبتكون اذا بدك الاصابه حسب الفحوصات بتشير الى انها كوفيد، وعم تكون الرابيد تيست عم يطلع نيجاتيف، هون نضطر نعمل البي سي ار تنكون دقيقين اكثر. نعم. في ملاحظة كمان دكتورة ساسين وحملوني خبرك إياها أو أسألك عنها، هي موضوع السعال المستمرة يلي عم بترافق الإصابة إن كان بالإنفلونزا أو بالكوفيد وما عم توقف، يعني في ناس بحياتهم ما كانوا هيك، في ناس ما بيدخنوا، في ناس صغار بالعمر، في أنواع من السعال عم بتضل مستمرة، هل هي من تداعيات الفيروس؟ هلا بدنا نقول انه نحن السعله السنه عم نشوف سعله كثير، لانه الاصابات بالانفلونزا وبالكوفيد وبالفيروس ريسبيراتوار الثانيين يعني كثير كتار، يعني الاشخاص مش عم يلحقوا يخلصوا من فيروس عم يلقطوا فيروس ثاني، اذا بدك بعض الاوقات عم يكون في اثنين فيروس بنفس الوقت، وهلا كمان فرص انه نلقط انفلونزا وكوفيد بنفس الوقت كمان موجوده. سو كل ما اذا بدك عدد الفيروسات اللي اصبنا فيه كان اكثر من واحد او اذا كانوا متلاحقين ورا بعضهم سبسيكوينت فيروسز، هون اكيد العوارض بتطول معنا اكثر. وهون بدي اذا بدك اشدد على نقطه، الاهالي اللي عندهم اولاد صغار يلي بيكونوا مثلا لقطوا فيروس بالمدرسه صحوا منها رجعوا لقطوا فيروس ثاني، يعني كمان الاهل عم يصابوا بنفس الطريقه، ما بيلحقوا بيصحوا بيلقطوا فيروس ثاني من اولادهم، يعني بيكونوا يلا الساعه اللي قربت تخلص بنرجع نلقط فيروس ثاني بنرجع نبلش نسعل عن جديد، هي واحدة من الاسباب الاساسيه اللي عم تخلي الساعه اللي تطول هالايام معي. غير انه في بعض الاشخاص هن عندهم هايبر اكتيف اير ويز بنقول يعني نوع من التحسس بمجاري الهواء، بس يلقطوا فيروس بتبلش عندهم السعله وبتطول، يعني اوقات في ناس بتروح اكثر من شهر
وفي ناس لثلاث اشهر بتضل لسه صح عليه، هي مزعجه. اكيد لازم يستشيروا الطبيب لحتى يعطي العلاج المناسب لحتى يخفف من بس هالزعل، منا وخاصه خطيرة الزعل يعني، الضغط. حتى لو بقيت 3 أشهر. لا منا خطيره، وبدنا نقول هون انه نحن هالسعال اللي بتطول من بعد الجريب او من بعد الكوفيد هي سعاله غير معديه، يعني الاشخاص ما يخافوا اذا كانوا عم يسعلوا، ما بيعدوا غيرهم، هي اذا بدك تداعيات الفيروس، مش الفيروس بحد ذاته عم بيكون بهالرزاز اللي عم يطلع من السعاله. نعم، ذكرتي هلا دكتورة ساسين انه ممكن نلقط الكوفيد والانفلونزا مع بعضهم، وممكن تكون هيدي ثالث او رابع مرة عم ننصاب بهالفيروس او بالفيروس الثاني، يعني قديش كمان هيدا الشيء ممكن يشكل خطر ان كان على الاولاد او على الكبار؟ شو يعني نلقطه اكثر من مرة وبشكل مستمر او مع بعضهم؟ هلا بدنا نقول انه كل الاشخاص اللي اصيبوا عده مرات قبل ما يفكروا انه هن محصنين 100%، عندهم الاحتمال انه يرجعوا يصابوا بالمتحور الجديد. هلا للاسف انه مع كل متحور جديد ماجي عم نضل نحكي عن شيء اسمه بوست كوفيد، نعم يعني البوست كوفيد هو المشكله الاساسيه هلا بالنسبه لنا نحن، انه حيلا متحور عم يجي ونصاب فيه في بوست كوفيد، في تداعيات خصوصا نورولوجيك، يعني اذا بتلاحظي ماجي صح اكثريه الاشخاص اللي اصيبوا بالكوفيد بينسوا، تركيزهم بيغير، بيصيبوا اذا كنا عم نحكي عن حاسه الشم والتذوق، يلي هي بنفكرها نحن بالمنطقه بس الاور ال، بس هي العصب تبع الشم والتذوق هو اللي عم بيكون متاثر بالنار، يعني متاثر بالفيروس وبالبوست كوفيد، مشان هيك الاشخاص اوقات بيطولوا تيستعيدوا حاسه الشم والتذوق، واكيد التعب والانحطاط. ليه بيصير البوست كوفيد؟ لانه فيروس الكوفيد هو فيروس بيعمل انفلاماسيون بكل الجسم، مش مثل الانفلونزا، نعم الانفلونزا بتصيب الجهاز التنفسي فقط، ولكن فيروس الكوفيد يصيب الجسم كله، مشان هيك بصير في عنا اوجاع غريبه وقويه بكل جسمنا، لانه كل الجسم مصاب مش بس محل معين، هذا اللي بخلي الشيء يصير عنا شيء اسمه بوست كوفيد على مده معينه، بتختلف من شخص لاخر حسب شده الاصابه. نعم، بالنهاية دكتورة ساسين مع كل هالأجواء يعني، يعني المتحورات اللي وصلت هلا، ازدياد الإصابات، وجود الفيروسات كلها بمجتمعنا، التلوث، إنفلونزا على أنواعها، والكوفيد ضروري نتابع مع الطبيب، ما نستلشق بالموضوع. أوقات كتير مثل ما ذكرتي عند كبار السن بتكون العوارض مش كتير قوية، بس ممكن كمان تشكل خطر، ضروري نعرف شو بنا، ضروري نعرف نتابع مع الطبيب، خصوصا قلتي إنه المستشفيات بلا تكتظ حتى ما نوصل إلى مكان يعني عن جد يصير في خطر على حياة الناس اللي بنحبهم حوالينا. 100% ماجي، ضروري يوصل مساج للناس انه الموجه بلشت، بدنا ننتبه، بدنا نرجع نحمي اهالينا، ما بدنا كثير نختلط نحن وياهم، بدنا نرجع نتباعد شوي مع الكبار بالعمر حتى نحميهم، لانه هن الفئه الاكثر عرضه للخطر من جراء الاصابه. نعم، شكرا دكتوره جوسين ساسين، ان شاء الله العافيه لكل الناس والصحه.